تعالوا نروح بقى لفريقنا واللي واصل تدريباته النهارده على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر القلعه البيضاء استعدادا لمباراه الكتلتشادي المقرر اقامتها يوم الاحد اللي جاي على استاد القاهره الدولي، وده في اياب الدور التمهيدي لبطوله دوري ابطال افريقيا. المران شهد التركيز على رفع الجانب البدني للاعبين بجانب التركيز على تنفيذ بعض الافكار الفنيه والجمل الخططيه اللي هيتم تنفيذها في المباراة.